بدون كتر كلام، موضوع مختصر وكلام واضح وبسيط. الناس اللي دايما بتفكر في موضوع قلب الحبيب واكل الزبيب، احنا بنتريق هنا في كلمة اكل الزبيب دي تريق. هو المفروض ان هو بس يعني بيفكر يعمل عمل، او الزوجة دايما لو جوزها ما بيسمعش كلامها، جوزها ما بيطيعهاش، جوزها ما بيديهاش فلوس، ما بيصرفش عليها، بيعملها وحش، بيعملها مش بطريقة مش كويسة كالعادة، كما هو جرت العادة، وكما هو سيظل، وكما هو كان موجودا وسيظل موجودا إلى أبد الآبدين، من أيام سيدنا موسى إلى نهاية العالم، إلى قيام الساعة، إلى مجيء المسيح الدجال. سيظل السحر عقيدة دينية موجودة في كل الأديان، موجودة في كل الدول، موجودة في كل الأماكن، شيء كده بيجري في دم الناس أو كتير من الناس، إن هو لازم إلا خلاص الحاجة ما جاتش بالرضا يعني وبالراضي، خلاص تيجي تيجي بالسحر. يعني هو كده، يعني فلان ده ما بيحبش مرته، خلاص مرته ما بتحبوش، خلاص يسحرها، او العكس، هي ما اي حد يسحر اي حد كده. يعني اللي هو الشخص اللي عنده رغبة حابب يعملها ومش راضية تتنفذ، خلاص يبتدي يستخدم السحر على طول. فالسحر هو أداة من ضمن أدوات العقرب. يعني اول شخص بيستخدم السحر او يفكر في استخدام السحر الشخص اللي عنده كواكب كتيرة في العقرب، أو كواكب في العذراء، أو كواكب في الحوت. هم دول السحرة الثلاثة في الفلك، يعني دول السحرة الثلاثة. حتى الجدي برضو، الجدي ساحر، يعتبر من الأبراج السحرة. فهم في أربع أبراج دايما بيتعاطوا بالسحر، أو دايما بيستخدموا السحر وبقوة، في إن هم لازم ينفذوا اللي في دماغه. لازم، كيف تستخدم السحر عشان تنفذ اللي في دماغك؟ ده موجود عند الناس الترابيين، العذراء، بس العذراء والزفت ده والجدي والعقرب والحوت، هم دول من اكتر الابراج اللي تحب استخدام السحر عشان تنفذ اغراضها. واي حد بقى عنده كواكب في البروج دي، ولدرجة ان هو احيانا في ناس تمشي حياتها كلها بالسحر. يعني هو دايما حياته كلها عايشها الطاقة والطاقة والسحر والسحر والطاقة والجن والطاقة والطاقة والسحر والجن، كل حاجة مدخلها في بعضيها. هما كده كده كل الحاجات دي، العوالم دي متداخلة في بعضيها، بس أنا هنا مش بصدد إن أنا أفصل فيها وما لي دخل في التفاصيل. ولكن أنا بحب أتكلم بشكل عام. على العموم، في نصيحة إنه أنت مهما حاولت إنك تسحر شخص وتبقيه معاك لفترة طويلة ومفيش قدر يجمع بينكم، خلاص لن يبقى معك. يعني ستفشل الأعمال بتاعتك دي، أعمال السحر دي ستفشل، يعني حتى لو كان غرضك طيب. يعني فنصيحة مني، لو كنت في نهاية علاقة، دع الأشياء تحدث على طبيعتها. دي نصيحة مني، يعني أنا بنصحك نصيحة، دع الأشياء تحدث على طبيعتها. اللي يحبك يحبك بدون ما تعمله سحر، اللي يكرهك يكرهك برضه بدون ما تعمله سحر. لو مديرك في الشغل طردك او مشيت او قفلوا عليك وخلوك تطلع من الدوام، عادي اطلع، لكن لا تعمله سحر. ليه لا تعمله سحر؟ ربما في رزق مستنيك في مكان افضل. هو اسمع كلامي، هو كلامي مش فلسفي ولا حاجه، انا ما بتكلمش كلام فلسفي، انا بقولك على الحقيقه. السحر انت بتربط نفسك بشيء ومصير مجهول. يعني انت بتربط نفسك بشيء انت مش عارف دلوقتي. محمد بيحب البت فاطمة مثلا، محمد هيروح يعمل سحر لفاطمة عشان فاطمة تتجوزه. يا اخي انت ايه عرفك؟ يمكن فاطمة دي وش شر عليك. روح تربط نفسك بسحر ليه؟ ليه تدخل نفسك في اتفاقية وفي عقد من العقود السحرية؟ ليه تدخل نفسك في اتفاقية؟ طيب انت دلوقت يا محمد مثلا بتحب البت فاطمة، او بتحب البت اي بت، اي فلانة، او اي بت بتحب اي ولد، او اي حد بيحب اي حد، ليه بالغصب تبي تسحره؟ خلي المشاعر تكون طبيعية. يعني لو الشخص ده كرهك، او مو حابب يجرب منك، او حابب ينهي العلاقة، او حابب انه يطلقك. يعني دلوقت انا متجوز واحدة مثلا اسمها فاطمة، هنفترض ده مثال، انا مش متجوز ولا حاجة ولا في فاطمة ولا في اي يحزنون. ففاطمة دي حابة تطلقني، خلاص انا عشان متعلق فيها هروح اعمل لها سحر عشان تفضل معي. غلط انك تعمل كده، خليها تروح، يمكن يجي اللي احسن منها. انت ليه متعلق فيها؟ ليه ماسك فيها بالغصب؟ خايف من الفقدان؟ يبقى السحر دايما بيتعمل بسبب واضح كده، الخوف من الفقدان والنهايات. بيبقى عنده اضطراب الشخصية الحدية.
تروح تربط نفسك بسحر ليه؟ ليه تدخل نفسك في اتفاقية وفي عقد من العقود السحرية؟ ليه تدخل نفسك في اتفاقية؟ طيب انت دلوقت يا محمد مثلا بتحب البت فاطمة، او بتحب البت اي بت، اي فلانة، او اي بت بتحب اي ولد، او اي حد بيحب اي حد، ليه بالغصب تبي تسحره؟ خلي المشاعر تكون طبيعية. يعني لو الشخص ده كرهك او مو حابب يجرب منك، او حابب ينهي العلاقة، او حابب انه يطلقك. يعني دلوقت انا متجوز واحدة مثلا اسمها فاطمة، هنفترض ده مثال، انا مش متجوز ولا حاجة، ولا في فاطمة ولا في اي يحزنون. ففاطمة دي حابة تطلقني، خلاص انا عشان متعلق فيها هروح اعمل لها سحر عشان تفضل معي. غلط، غلط انك تعمل كده، خليها تروح، يمكن يجي اللي احسن منها. انت ليه متعلق فيها؟ ليه ماسك فيها بالغصب؟ خايف من الفقدان؟ يبقى السحر دايما بيتعمل بسبب، سبب واضح كده، الخوف من الفقدان والنهايات، بيبقى عنده اضطراب الشخصية الحدية. دايما الزباين اللي بيكونوا موجودين دايما في الموضوع بتاع السحر دول والحاجات دي، دايما بيعانوا من اضطرابات نفسية والقلاقل نفسية، ودايما بيكون عندهم زي ما انا قلت من شوي الخوف من الفقد والهجران واضطراب الشخصية الحدية. كل ده مرتبط في بعضه، هو الحوت هو نفسه مرتبط باضطراب الشخصية الحدية، هو نفسه مرتبط بانه بيؤمن في الجن والماورائيات والخفيات، هو نفسه الجدي اللي بيحب يستخدم الجن لتسخير العالم وحكم العالم وقيادة العالم واستخدام الجن والعفاريت لإدارة شؤون العالم، والمجلس الأعلى للعفاريت والجن والشياطين والمرضى، كده عشان يحرك العالم، هو في اعتقاده كده. يعني حتى الحوت عنده نفس المعتقدات دي، استخدام الجن والعفاريت والأرواح الخفية والكائنات الفضائية لحكم العالم والسيطرة عليه وإخضاع الكل لهم، كده تفكير خنفشاري. والكلام ده مش، يعني مش دقيق للدرجات، يعني مش مرة دقيق. هي سلسلة أشياء مترابطة كده، في حاجات مترابطة في بعضيها، هو نفسه اللي بيخاف من الفقدان، هو نفسه اللي ما بيحبش يشوف النهايات، هو نفسه الطمعان. يعني مثلا محمد طمعان في فاطمة مثلا، فبيروح يعمل سحر لفاطمة عشان هو طمعان فيها، لأن هو طمعان في فلوسها، فبيعمل لها سحر عشان تحبه عشان ياخد فلوسها. يبقى دلوقت ممكن في أسباب ودوافع كتيرة، أسباب ودوافع تؤدي إلى عمل هذا الشيء، وزي ما انا بقول قلب الحبيب واكل الزبيب كده، سحر على طول تعمل لها سحر على طول. فانت اترك الامور تمشي على طبيعتها الافضل عشان ما تتعبش وتضيع فلوسك مع السحرة والاشكال الضالة. وياريتهم يعني زي ما هو منتشر، ياريتهم في الوطن العربي بيفهموا، لا هتلاقيهم متخلفين ودجالين وكذابين. يعني عن تجارب ناس كتيرة جدا حكيت لتجاربهم معاهم، وعن طريق يعني معرفتنا الخاصة بالاشكال الضالة دي، يعني اشكال ضالة. الناس بتظن ان هم دول يعني كائنات فضائية، ترى مو كائنات فضائية ولا حاجة، البشر يظلوا بشر، سواء كانوا سحرة، كانوا مسحورين، كانوا رؤساء جمهورية، كانوا حلوين، كانوا وحشين، كانوا اغنياء، كانوا فقراء، كانوا كبار، كانوا صغار، كانوا ما كانوا، البشر يظلوا هم البشر في كل الحالات. فاترك الامور تمشي على طبيعتها، ودع المياه تمشي تحت الجسر، وخلي العدل ياخد مجراه، وخلي اللي يحبك يحبك، واللي يكرهك يكرهك، واللي يبعد يبعد، واللي يقرب يقرب. ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، ربما حتفه فيما تمناه. لو انت كنت نفسك تتجوز فلان وما حصلش نصيب، عادي يجيك نصيب احسن منه، او ما يجيكيش يجيك غيره. المهم ان ايه، دع الاشياء تمشي على طبيعتها او تحدث على طبيعتها. حاول على قد ما تقدر انك بلاش تبعبص في الاشياء باستخدام السحر والجن والعفاريت، او انه من الممكن ينقلب السحر على الساحر زي ما دايما بيقولوا يعني، ودي مشكلة.